بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع اسمه الجيل كروماتوجرافي، والموضوع ده تكملة الكروماتوجرافي، ودي انا هعتبرها تقريبا آخر نقطة في الكروماتوجرافي. يجوز يبقى فيه محاضرة كمان، بس موضوع الجيل كروماتوجرافي ده موضوع مهم جدا، وبيطبق في حاجات كتير جدا جدا، واغلب الابحاث الجديدة قائمة على الفكرة بتاعت الجيل كروماتوجرافي. الفكرة بتاعت الجيل كروماتوجرافي دي احنا بنستخدمها في كل التكنيكس، وخصوصا الحاجات بتاعت المولوكيولار جينيتكس. وطبعا علم العقاقير مش مقتصر على النباتات، علم العقاقير مختصر، علم العقاقير علم واسع جدا جدا، وفي جزء منه مولوكيولار جينيتكس، وازاي احنا بنزرع الجينات جوه النبات، وازاي بنعمل حاجه اسمها كلس، وبنعمل اكسبريشن لجينز، وبنفصل الجينز. موضوع كبير جدا جدا جدا. فمن النقط الاساسيه لو انت حبيت تشتغل مولوكيولار جينيتكس لازم تكون متقن تماما لفكره الجيل كروماتوجرافي. فكلمه كروماتوجرافي خلاص احنا اتفقنا عليها، اما جيل كروماتوجرافي هو الفصل باستخدام الجيل. فاللي حضرتك شايفه قدامك ده اللي هو الجيلي، والناس كلها عارفاه وما فيهوش اي مشكله. ده عباره عن بودره، مجرد ما تحط البودره على الميه السخنه تبدا تديك المنظر ده. المنظر ده اسمه، العمليه دي اسمها جيلينج، خلاص كده، اللي هي الفورميشن اوف جيل، اللي هو تكوين الجيل. فالجيل كروماتوجرافي دي بتبقى فكرة بتعتمد على الجيل، مش الجيل اللي احنا بناكله، بتعتمد على الفكرة دي اللي هي الجيل، وبيسموها برضو الجيل بيرميشن، خلاص كده، او المولوكيولار سيفينج، يعني الغربلة بالغربلة الجزيئية، او السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي. سايز اكسكلوجن يعني فصل باستخدام الحجم بتاع المركب. فده بيبقى كروماتوجرافيك تكنيك ان ويتش ذا سيبريشن، من خلاله بيحصل سيبريشن للكومبوننتس، للمكونات، بيزد مبني على الديفرنس، خلاص، اوف المولوكيولار ويت اور سايز، مبني على الفرق في المولوكيولار ويت والسايز. And من أفضل الأنواع، من المور إفكتيف ميثودز يوزد تو أيزوليت أند أنالايز. إحنا دايما بنستخدم التكنيك ده علشان نعمل أيزوليشن، يعني نفصل، أو أناليسيس، خلاص، للبايو ماكرو مولوكيولار سبستنس، خلاص كده، للبايو يعني الحية، ماكرو يعني كبيرة، مولوكيولار سبستنس. فده التعريف بتاع الجيل كروماتوجرافي. تاني هو كروماتوجرافيكال تكنيك ان ويتش السيباريشن، الفصل اوف الكومبوننت از بيزد اون، مبني على الديفرنس، الفرق في المولوكيولار ويت او سايز بين المركبات، يعني مولوكيولار ويت كبير او مولوكيولار ويت صغير. اند از وان اوف ذا افكتيف ميثودز، ودي من افضل الطرق الافكتيف الفعاله، خلاص، علشان تفصل بيها، تعمل ايزوليت او تحلل بايو مولوكيولار سبستنس، ماده حيه او ماده او مش حيه او من انتاج طبيعي، خلاص كده، بس لازم تكون ماكرو سبستنس، يعني ماده كبيره، ما تبقاش الـ كلهم حجمهم قريب من بعض. الفيديو ده بسيط جدا، هيعرفنا تفاصيل صغيره. يعني احنا بنشكر الشركة اللي عاملاه الفيديو ده. هيتكلم عن الجيل فلتريشن، وبيقول ان السيباريشن
في الجيل فلتريشن كروماتوجرافي از بيزد اون، مبني على الديفرنس في السايز بتاع البايو مولكيولز خلاص، اثناء ما هم بيمروا في القلم خلاص كده، والقلم ده لازم يكون معمول من جيل. اتفرج على الفكرة. هم طبعا هيحاول يعمل يعني مسك القلم وقرب منه وبص على المواد اللي جوه القلم خلاص، فدي البارتيكلز بتاعت الجل خلاص، والجزء الشفاف اللي حوالين البارتيكل ده اللي هو يعني الاماكن دي اللي بيبقى جواها ايه السائل او الموبايل فيز خلاص كده، يعني ده الجل اللي هو الاستيشنري فيز، والاجزاء الفراغات اللي فيها اللي انت شايفها دي اللي بيبقى جواها الايه الموبايل فيز، وهو عمال بيمر بين الايه الاستيشنري فيز اللي هو الجل. فعملوا كيرف او رسم بياني، الرسم البياني بين الابزوربشن اللي هو قدرة امتصاص الجل للمادة اللي انا بفصلها اللي هي الانالايت والتايم خلاص. فده فده الايه الشكل بتاع الايه البارتيكل اللي هي الاستيشنري فيز بتاعتي خلاص كده اللي هي الجل يعني، ودي القنوات اللي جوه الجل تمام. دلوقتي هتعدي المادة اللي هي الانالايت اللي انا بفصلها خلاص، المفروض انها تعدي مع الايه مع الموبايل فيز خلاص. انت لو بصيت هنا على المادة دي هتلاقي المادة دي فيها 3 احجام، حجم صغير اهو لونه اصفر، وحجم لونه يعني نقول برتقاني، وواحدة تالتة اللي هي ايه الريد. مين اكبر حجم اللي هو الريد، وبعدين مين الميديم اللي هي البرتقاني، وبعدين مين الصغير اللي هي اليالو خلاص. طبعا هنا بقى ايه اللي حصل، ده اللي هو القناة او البور الثقب اللي جوه الاستيشنري فيز. الثقب صغير فسمح للمركبات اللي حجمها صغير انها تدخل للاخر، في حين ان المركبات الكبيرة ما عرفتش تدخل اصلا فمشيت مع الموبايل فيز خلاص. بص اهو نفس القصة بتتكرر تاني. هنا ايه اللي حصل، حصل فصل، اصبح المركب اللي حجمه كبير قدام وسابق، المركب اللي حجمه ميديم بقى بين الاتنين، والمركب اللي حجمه صغير بقى متأخر لان هو دخل البورز كل مرة يدخل البور ويطلع خلاص. فهو دي الفكرة بتاعت الجيل فلتريشن. فانا في الجيل فلتريشن المركب اللي حجمه كبير هو اول واحد بينزل مع الموبايل فيز، المركب اللي حجمه ميديم هو تاني واحد ينزل مع الموبايل فيز، المركب اللي حجمه صغير هو اخر واحد ينزل. فبص اهو جيبها لك كلها مرة واحدة عشان ايه تشوف الفيديو مرة واحدة اهو. شوف عمال بيحصل ايه هنا، عمال بيحصل فصل خلاص كده اهو. بص عمال بيحصل فصل، اصبح المركب الكبير قرب يخرج، هوب المركب الكبير خرج. لو خدت بالك ان ان هنا طول الوقت ما كانش فيه مركب خرج من الكولوم خلاص كده، اول ما بدأ المركب الاحمر يخرج فايه طلع الايه قدام الديتكتور، وبعدين المركب البرتقاني اللي هو الميديم هيطلع شوف اهو، وبعدين المركب الصغير هيبدأ يطلع في الاخر اهو. ايه اللي حصل هنا بقى، اللي حصل ان المركب اللي حجمه كبير ما خدش وقت كتير، ما هو ده التايم، ودي الابزوربشن يعني الامتصاص او القراية قدام الديتكتور. فيقوم يحصل ايه، المركب الكبير طلع اول واحد يبقى خد وقت قليل وخد ابزوربشن فيبدأ يظهر، بعدين المركب الميديم خرج بعده فيقوم خد ايه وقت اكبر شوية لان اول واحد اهو، تاني واحد اهو، تالت واحد اهو خلاص. هي دي الفكرة بتاعت مين، بتاعت الجيل كروماتوجرافي. فالجيل كروماتوجرافي بيقول ايه، ان الاستيشنري فيز اللي هو الجزء الثابت consist of beads حبيبات containing pores جواها ثقوب that span
a relative narrow size range. خلاص كده يعني بتحب الايه الحجمها صغير. when the gel is packed into the column خلاص كده وبركوليتد مع السولفنت، يعني السولفنت يمشي على الايه على الجل خلاص كده. فاللارج مولوكيولار ويتس كومبوننت او اللارج مولوكيولار ويت كومبوننت باس فاستر، بتعدي بسرعه وزوت بينتريتنج البور، وزوت البينتريشن انها تدخل البور، فدي بتبقى توتالي اكسكلودد. انا مع المركب اللي هو اللي حجمه كبير خلاص، المركب اللي هو حجمه كبير عدى بسهوله شديده جدا 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 لانه ما دخلش الثقب بتاع الايه الاستيشنري فيز. اما السمولر مولكيولز بتبذل مجهود سبند مور تايم خلاص انسايد البيدز جوه البيدز، فده بيؤدي لايه بقى؟ فعشان كده احنا بنسميها بيرميت، بتدخل خلاص. ذيرفور اليوتد ليتر، لانها بتاخد وقت جوه الثقوب بتاع الاستيشنري فيز وتمشي وتاخد وقت طويل عشان تطلع مع الايه مع الموبايل فيس خلاص. ده شكل الايه سكيماتيك دايجرام للجيل فلتريشن اللي لونه اصفر الكبير ده اللي انت شايفه ده، الكره الكبيره اللي لونها اصفر دي خلاص، ده اللي هو مين الجيل او الاستيشنري فيس. اللي لونه احمر ده والازرق دول الميكشر بتاعي، انا عندي مركبين مخلوطين على بعض، واحد حجمه صغير والتاني حجمه كبير. فالبرميتد انالايت يعني اللي بيدخل جوه الجل او اللي بيركب جوه الجل بيبقى حجمه صغير، اللي اكسكلودد يعني بيطرد اللي هو الايه اللي حجمه كبير. فلما يجي يعدي على الميكشر، لما يجي الميكشر ده يعدي على الجل بتاعي، اللي بيحصل ان المركب اللي حجمه صغير يدخل جوه مين؟ جوه الجل، والمركب اللي حجمه كبير يعدي بره خلاص، يقوم يتفصل ده وينزل بسرعه مع الموبايل فيز والتاني ياخد وقت عشان يطلع مع الموبايل فيز. وده اللي بيحصل هنا بالظبط. انا حطيت اهم مركبين اللي لونه اخضر واللي لونه ازرق خلاص او سماوي، البنات بيبقوا عارفين الالوان دي كويس جدا. هتلاقي دايما اللي لونه اللي هو اللي حجمه كبير خلاص بدأ يعدي بسرعه، سنه سنه نزل هو الاول وبعدين اللي حجمه صغير نزل في الاخر خلاص. طيب دلوقتي بقى بص، الفيديو ده هيشرح ازاي هو بيعمل باكينج للكولوم. يعني ايه باكينج؟ يعني بيجهز الكولوم وبيعبي. خلينا نقف هنا بس كده دقيقة واحدة. ده نوع من الجل اسمه السيفيدكس خلاص. طبعا دي من الخبرة، يعني بيبقى ده اسمه السيفيدكس. سيفيدكس عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايف كده كلاكيع كده، واخد بالك انت كلاكيع، وهو السيفيدكس ده بيبقى عامل زي النشا خلاص، وهو جاف، بودرة جافة تماما تماما تماما. اول ما تبدأ تحط عليه الموبايل فيز تبص تلاقيه عجن وعمل جل زي ما انت شايف كده خلاص. فده اول حاجة. تاني حاجة ده الكولوم اللي هو الانبوب اللي انا هبدأ افصل عليه، ده ستاند بيكر، ودي البيبتات اللي هو هيبدأ يعبي. اول حاجة هتعمل ايه بقى انت؟ هتحط الكولوم عمودي خلاص كده، هتحط الكولوم ايه فيرتيكال شكل عمودي، وتقفل عليه في الكلام عشان يفضل ممسوك، وتفتح من فوق وتبدأ تشيل الايه الجل بتاعك وتحطه ايه. ايوه اهو شوف، هو بيجهز الجل الماتريكس المادة اللي هو بيحطها، وهيشيلها ويحطها جوه مين؟ جوه الكولوم. بص هو عمال بيصب الايه الكولوم اهو خلاص، وعمال يشيل المادة اللي هي السيفيدكس ويحطها. طبعا انت شايفها شفافة، هي مش شفافة لا، ده هي جواها مادة عاملة زي الجل، وهتبان دلوقتي وانت هتشوف ان شاء الله الوضع. هو عمال بقى يحط ايه موبايل فيز خلاص، ويبدأ يفتح الكولوم من تحت علشان الايه علشان الموبايل فيز يمشي خلاص. بص ايوه كده، فبدأ ينقط زي ما انت شايف، هتشوف كده دلوقتي هيبدأ ينقط الكولوم، يبدأ ينقط خلاص، ويبدأ يزود له من فوق الايه ايوه يبدأ يزود له من فوق الموبايل فيز. هو عمال بيحط موبايل فيز من فوق
والكولوم عمال بيعمل باكينج. يعني ايه باكينج؟ يعني الذرات اللي انت شايف اللي هي بتاعت الجل عماله بتنزل مع الموبايل فيز وتترسب في القاع من تحت، خلاص سنه سنه لحد لما يحصل فورميشن للايه، للكولوم، يروح قافله. خلاص اصبح الجل جاهز عشان ابدا احط الماده الفعاله بتاعتي. هتيجي تبص دلوقتي كده لما يبدا يطلع، خلاص ويحط الايوه. دلوقتي اصبح ايه، لو انت بصيت هنا هتلاقي الجل بقى جل خلاص كده، ما عادش شفاف زي الاول. وهو حط السامبل بتاعته اللي فيها مركبات حجمها كبير ومركبات حجمها صغير، وبدأ عمال بيفصل زي ما انت شايف كده، خلاص، وعمال يدي الوان. ايه اللي حصل هنا؟ احنا عملنا له ايه، دايجرام. اللي حصل اللي انت شفته على الكولوم ده احنا عملنا له دايجرام. الدايجرام عبارة عن ابزوربنس قدام تايم او فوليوم، خلاص كده، ابزوربنس قدام تايم او فوليوم. في الجراف اللي قدامنا ده احنا هنستخدم الفوليوم علشان هنشرح حاجة محددة، خلاص كده. فوليوم يعني ايه؟ يعني حجم، خلاص. ففي البداية انا عمال احط سائل زي ما شفت كده، الراجل عمال بيحط سائل لحد لما حط الايه، السامبل بتاعته. يرجع يبدأ يحط سائل تاني اللي هو الموبايل فيز، سنة 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 لحد لما تبدأ تظهر الهاي مولوكيولار ويت، خلاص كده، اللي هي السامبل بتاعته اللي هو حاطط. طب ما هو حط سامبل زي ما انت شفت في الفيديو اللي فات ده هنا كده، خلاص حط سامبل. بعد لما قفل الكولوم هيبدأ يحط سامبل من فوق. السامبل عبارة عن ميكشر، فالميكشر عمال بيعمل ايه، شوف عمال بيفصل الحاجات اللي حجمها صغير فضلت ماسكه في الكولوم، والحاجات اللي حجمها كبير عماله بتمشي بسرعه مع الموبايل فيزر عشان تنزل تحت. ليه؟ لانها مش قادره تدخل جوه الثقوب بتاعه الجل، فهي ماشيه مع الموبايل فيزر وعماله تطلع بسرعه بسرعه بسرعه. فهو عمال بيفصل دلوقتي بين ايه، الميكشر اللي حجمه صغير والميكشر اللي حجم والمركب اللي حجمه صغير والمركب اللي حجمه كبير. فاول واحد بيطلع اللي هو الهاي مولكيولار ويت، وبعدين الانترميديت مولكيولار ويت، وبعدين اللو مولكيولار ويت في الاخر. بعد لما تخلص كل المركبات بقفل الكولوم ويبقى خلص. الفكره بقى احنا ليه كتبنا هنا الفوليوم؟ علشان لازم تعرف ان في ثلاث انواع من الفوليومز، خلاص كده. في فوليوم تفضل تحط السائل الموبايل فيز لحد أول نقطة من المركب بتاعك أو من الخليط بتاعك اللي هي الهاي مولوكيولار ويت، الفوليوم ده كله من الموبايل فيز اسمه في في زيرو، اللي هو الفي أوت، خلاص كده، الفي زيرو. بعد لما تفصل المركب الميكشر بتاعك، الفوليوم مجموع الموبايل فيز اللي انت استخدمته علشان تفصل الميكشر اسمه في توتال، خلاص كده، اسمه ايه، في توتال. في حاجة تانية لازم تفهمها، هنا، ان الهاي مولوكيولار ويت بتاخد وقت قصير، واللو مولوكيولار ويت بتاخد وقت كبير جدا جدا جدا، خلاص كده. فانت لازم تفهم الحته دي، واللي بينهم اللي هو الانترميديت اللي هو المتوسط، هو ده بيطلع بين الهاي مولكيولار ويت واللو مولكيولار ويت. البروبرتيز بقى او النيتشرز بتاعت الجل ده عشان يفصل بالطريقه دي، لازم يكون الجل ده كيميكالي انرت. يعني ايه كيميكالي انرت؟ يعني ما يتفاعلش مع الماده بتاعتي. الحاجه الثانيه لازم يكون ميكانيكال ستيبل، لازم يكون ثابت، والا البورز حجمها هيتغير وبالتالي الفصل الشق هيبوظ. تالت حاجة حجم البور يكون ثابت ايديال، خلاص كده، وهوموجينس يعني متجانس. ما ينفعش الجل يبقى فيه ثقوب، مرة الثقب يبقى كبير ومرة الثقب يبقى صغير. ليه؟ لأن لو الثقب كبير والثقب صغير وعمال يتغير، خلاص كده، يبقى مش هينفع فكرة الفصل بالإيه؟ بالحجم نهائي. تالت حاجة البارتيكل نفسها لازم تكون حجمها يونيفورم. ما ينفعش البارتيكل يكون مره حجمها كبير قوي ومره حجمها صغير قوي. ليه؟ لانها بتفصل بالسايز اكسكلوجن. لازم يكون حجم الماده الخام
المادة الاستيشنري فيز الثابتة اللي أنا بفصل فيها أو اللي أنا بفصل بيها لازم يكون حجمها إيه؟ يونيفورم، يعني متجانس وثابت علشان يفصل بيه السايز اكسكلوجن. خلاص؟ واتفقنا إن البور سايز بتاع الجل ماست بي carefully controlled via the degree of cross linking. خلاص كده احنا بنعملها واحنا بنكون المركب او المادة اللي احنا هنفصل عليها، فبنعمل لها حاجة اسمها cross linking. يعني ايه؟ يعني نخلي الذرات بتاعت الجل نفسه تعمل بينها وبين بعضها روابط علشان تحدد حجم الايه الثقوب اللي بين الجل وبين بعضه. في تلات انواع من الجل، في واحد منهم اسمه الديكستران، والديكستران ده بيجي من الشجر، ما هو الديكستروز اللي هو الجلوكوز. خلاص كده، وده اشهر واحد ومشهور جدا 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 وغالي جدا، اسمه السيفيدكس. خلاص، ده عبارة عن بوليمر من الالفا 1-6 جلوكوز، وبنحضره بالفرمنتيشن بالتخمر بتاع السكروز اللي هو الجلوكوز والفركتوز. خلاص، السكروز هو عبارة عن أو خليط من الجلوكوز والفركتوز، والكلام ده إن شاء الله هنتعلمه بعدين. خلاص، وده إحنا بنسميه ناتشرال جل، لأن هو معمول من شيء أو من مادة طبيعية وموجودة في الإيه في الكون. تاني حاجة اللي هو الأجاروز. خلاص كده، وده برضو مادة طبيعية وموجودة في طحلب. خلاص كده، اللي أنت لو رحت على الصخور بتاعة البحر، خلاص، وحاولت تطلع فوق صخرة في وسط المية، هتلاقي نفسك زحلقت وقعت اتكسرت على الصخرة. طيب ايه اللي زحلقك؟ اللي زحلقك هو طحلب اسمه الاجار. خلاص كده، اللي بيبقى عليه جل مادة مخاطية كده، تمام، هو ده اللي موجود في الايه الاجاروز جل، وده عبارة عن اجار ومادة معاه اللي احنا بنسميها الجلاكتوز. خلاص كده، او هو عبارة عن او الاجار عبارة عن alternating، يعني متبادلة، وحدات متبادلة من الجالاكتوز. لازم تعرف ان هو 1-3 جالاكتوز ووحدات متبادلة مع الانهيدرو جالاكتوز، يعني عبارة عن جالاكتوز مربوط في انهيدرو جالاكتوز، جالاكتوز مربوط في انهيدرو جالاكتوز، جالاكتوز مربوط في انهيدرو جالاكتوز. طيب ايه الفرق بينه وبين الديكستران؟ الديكستران عبارة عن بوليمر من 1-6 جلوكوز، جلوكوز 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 كده. خلاص، ده اللي هو مين؟ السيفيدكس. اما الاجاروز جل لا، عبارة عن جالاكتوز مربوط في ايه؟ في 3-6 انهيدرو ايه جالاكتوز. خلاص، تالت حاجة اللي هو الاكريلامايد جل. خلاص، الله يكرمك، ما تبقاش عامل زي الاخ ده كده، ما انتش فاهم حاجة. لو انت مش فاهم ابعت اسأل، ما عنديش اي مشكلة، تمام. فالاكريلامايد جل ده حاجه سينثيتك صناعيه. خلاص، وده ما هوش ديكستران، ما هوش سكر خالص، هو عباره عن بوليمر. خلاص كده، من ماده اسمها اكريلامايد او ميثيلين بس اكريلامايد. خلاص كده، ودي حاجه صناعيه. طيب الجل بقى اثناء السويلنج بروسيس، اثناء الفورميشن بتاع الجل، قدامه حاجه من الاثنين، يا اما يكون سوفت جل او زيرو جل، يا اما يكون سيمي جريد او 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 سيمي ريجيد او ريجيد جل. خلاص كده، اللي بيسموه ايه الايروجل. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ يا اما يكون عباره عن ماده بودره زي التراب، ولما اجي احط عليها الموبايل فيز ينفخ ويعمل لي جل، يا اما يكون هو على طول جل. خلاص كده، هو ده الفرق بين الاثنين. البولي اكريلاميد والديكستران والاجاروز كل دول عبارة عن ايه؟ زيرو جل. يعني لما تروح تشتريه من الراجل هيجي لك هيديك حاجة بودرة كده زي النشا، تاخده وتحط عليه الموبايل فيز ينفخ يعمل لك جل. اما في حاجات تانية زي البوليستيرين جل، البوليستيرين جل ده ملوش حل، ده جل في كل الاوضاع. يعني لما تروح تشتريه من الراجل من غير موبايل فيز هتلاقيه شكله عامل زي الايه؟ زي الجل. خلاص، وده بيستخدم في separation of non-polar polymers. خلاص كده، في non-polar ايه solvents، او مادة تانية اسمها porous glass gel. خلاص كده، هو عبارة عن ازاز، والازاز محمل بجل. خلاص كده، وده بنستخدمه في separation بتاع البولار سيستم.
طيب في الحالة دي انت لازم تختار الاليونت خلاص كده، اللي هي الموبايل فيز لازم يكون جود، لازم يكون كويس خلاص كده، مناسب للبوليمر اللي انت بتستخدمه، ولازم يبقى بيسمح بان يحصل ديتكشن للمادة بتاعتك وهي خارجة من القلم خلاص. وفي بعض الاحيان احنا بنستخدم بفر علشان نحافظ على المادة اللي احنا بنفصلها. طيب ايه بقى ميزات الجيل فلتريشن عن اي حاجة تانية؟ ليه انتوا بتستخدموا الجيل فلتريشن؟ اولا الجيل فلتريشن بسهولة يتعامل مع البايوموليكيولز. ليه؟ لان البايوموليكيولز اغلبهم حجمهم كبير، فعلشان كده ما ينفعش استخدم التكنيكس العادية. التكنيكس العادية البايوموليكيول يتفاعل معها بشكل عنيف جدا جدا وما يتفصلش، يعني المركبات ما تتفصلش عن بعض بسهولة. اما في الجل لا، تتفصل عن بعض وما فيش اي مشكلة. فوق ده كله ان البايوموليكيولز كمان very sensitive لأي تغير في البي اتش وفي الكونسنتريشن خلاص كده، او لو في شوية اسيد ولا بيز ولا اي حاجة في الميديم بتاعي يروح مكسر الانزيم او مكسر المركب بتاعي. الحاجة التانية ان السيباريشن، من ميزات الجيل فلتريشن ان السيباريشن ممكن يتعمل عند اي درجة حرارة خلاص كده، ممكن يتعمل في برودة، ممكن يتعمل في اي حاجة. ليه؟ لان الجل ما عندوش اي مشكلة، هتحطه في البرودة هيفضل حجمه جل، هتحطه في الحرارة هيفضل حجمه جل، وضعه جل، البار سايز بتاعه ثابت خلاص كده، وتقدر تفصل تقدر تفصل باستخدامه اي حاجات. يعني انت عايز المركب بتاعك والمركب بتاعك حجمه كبير وهو معاه ميكشر كبير خلاص كده، في مركبات كتير جدا صغيره، فانا هروح جاي حاطط الايه الميكشر ده، في ثواني هلاقي المركب بتاعي اللي حجمه كبير عدى بسرعه والباقي كله فضل على الايه على الايه على القلم خلاص، او على الستيشنري فيز. طيب لازم تعرف ان في حاجه اسمها ايه، في بعض المصطلحات الصغيره اللي انت لازم تاخد بالك منها اثناء الايه السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي. اول حاجه ان التوتال فوليوم اللي هي الفي تي، في تي هو حجم الفوليوم المجموع بتاع حجم الفوليوم في الماتريكس خلاص كده. ايه الماتريكس؟ اللي هي الارضيه او الميديوم خلاص كده. فالفي توتال هو الفوليوم جوه الجل والفوليوم بره الجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلينا نبص على الصوره الجميله دي، بلاش تعيط الله يكرمك، الموضوع بسيط وسهل من غير عياط. ده شكل الجل خلاص كده، ما هو الجل عباره عن خرام زي ما اتفقنا خلاص كده، عباره عن ماده جواها ثقوب خلاص. فده شكل الجل وهو جاف خلاص كده، حطيت عليه سائل فالجل نفخ صح كده. الحجم بتاعه كبر ولا لا؟ الحجم بتاعه كبر فاصبح بالحجم ده. وبعدين رحت جاي حاطط موبايل فيز تاني علشان املا الفراغات اللي بين الجل وبعضه، فاصبح الوضع اللي انت شايفه ده. وبعد فكل دول على بعضهم كده المجموع اللي هو عبارة عن ايه بقى، اللي هو عبارة عن حجم الجل نفسه زائد السائل اللي انا حطيته فوق الجل عشان يعمل جل، زائد السائل اللي انا حطيته علشان املى الفراغات بينه وبين الجل، اسمه الفي توتال. علشان كده احنا بنقول هو الحجم، هو المجموع بتاع الفوليوم اوف الجل خلاص كده، ماتريكس المادة نفسها، زائد الفوليوم جوه الجل زائد الفوليوم بره الجل خلاص كده. يبقى التوتال فوليوم از اولسو ايكوال تو ذا اماونت اوف الاليونت ريكوايرد تو اليوت اني سبستانس ثرو ذا كولوم. يبقى الفي توتال هو برضو بيساوي كميه الموبايل فيز اللي انت هتحطه من فوق علشان تستقبله تحت خلاص كده. الحاجه الثانيه اللي لازم تعرفها الانر فوليوم اللي هو الفي اي، وهو ده احنا اتفقنا عليها، هي كمية الموبايل فيز اللي انت هتحطها علشان الجل ياخد وضعه ويعمل جل خلاص كده. يبقى المسافة اللي جوه ايه الجل خلاص. الحاجة التالتة اللي هو الفويد فوليوم خلاص كده، اللي هو الفوليوم اوتسايد الجل اللي هو
الفوليوم بتاع الموبايل فيز بره الجيل، خلاص. الاليوشن فوليوم اللي هو الفي اي، خلاص كده، اللي هو ده. مش احنا اتفقنا ان في ابزوربشن وفي فوليوم، خلاص كده. الفي 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 زيرو، خلاص كده، اللي هو الفي اوت، هو كمية الموبايل فيز اللي انت محتاج تحطه علشان يوصل اول مركب بتاعك من تحت في القلم زي ما شفت. الفي تي هو كل حجم الموبايل الفيز اللي انت حطيته في التجربة. الفي اي بقى هو كمية الموبايل فيز اللي انت حطيته من ساعة لما ظهر اول مركب لحد اخر مركب، ببساطة شديدة جدا، خلاص. طيب الفي تي بقى بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع الكل، خلاص، زي ما قلت لك هنا، اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو حجم الجل من غير ما تحط الموبايل فيز، حجم الجل بعد لما عمل جل، لما حطيت اول مرة موبايل فيز، زائد حجم الموبايل فيز اللي انت حطيته بره عشان تملى الفراغات بين الجل وبين بعض. يبقى الفي تي بيساوي الفي نوت زائد الفي اي زائد الفي جي. في الابحاث المحترمة بيعملوا حاجة اسمها ايه؟ بيعملوا حاجة اسمها ريجورجس ساينس، يعني الابحاث المحترمة او الابحاث الصارمة، خلاص، بيعملوا حاجة اسمها الكوفيشنت، خلاص كده. ودي معادلة الكوفيشنت، ودي سهلة ما فيهاش اي مشكلة. المفروض ان الكوفيشنت يكون ايكوال زيرو لو المركب بتاعي ده اول ما حطيته من هنا عدى على طول. يعني ايه عدى على طول؟ يعني ما وقفش على الكولوم ولا لحظة. المركب حجمه كبير والكولوم حجمه صغير، او البورز الثقوب اللي جوه الجل حجمها صغير، فالمركب بتاعي ما دخلش نهائي في البورز ومشي مع الموبايل فيز، يقوم الكي اي في بتساوي زيرو في اللحظة دي، يبقى الفي اي بتساوي في نوت. اما لو المركب بتاعي حجمه صغير، خلاص كده، وقعد فترة طويلة جدا على الكولوم عشان يخرج، يبقى ال كي اي في بتساوي ايه؟ بتساوي واحد، خلاص؟ طيب دي البروسيديور اللي احنا بنستخدمها عشان نجهز اي قلم علشان عملية الفصل. فأول حاجة انت بتعمل سويلنج للجل. يعني ايه سويلنج؟ يعني بتنفخه، خلاص كده؟ مش بتنفخه يعني تضربه علقة، لا، تنفخه يعني تحط عليه موبايل فيز علشان يعمل جل ويبقى حجمه كبير، علشان يعمل سايز اكسكلوجن ويفصل الانالايتس، الماده اللي انت بتضيفها او الميكتشر اللي انت بتضيفه، يفصله حجم حسب الحجم بتاعه. فسم ريزن، خلاص كده، بيجي في باودر فورم، شكل باودر زي ما قلت لك. واول ما تبدا تحط عليه الاليونت اللي هو الموبايل فيز، يبدا يعمل لك ايه؟ سويل، ينفخ ويعمل جل. بعد كده بتحط باكينج للكولوم زي ما شفت صاحبنا كده مسك الدروبر وقعد يشيل الماده اللي هو يعمل منها الكولوم السيفيدكس ويحطها جوه الايه؟ جوه الكولوم. بعد كده يعمل ووشنج للريزن عشان يثبت الريزن تحت ويبقى شكل الكولوم هوموجينس ومحترم. وبعد كده يعمل عمل لودنج للسامبل على الكولوم، وفي الاخر عمل اليوشن، يعني قعد يحط موبايل فيز لحد لما خد الايه السامبل بتاعته من الكولوم. دي البروسيديور بتاعت الايه الكولوم، خلاص. طيب احنا بنستخدم التكنيك ده في ايه بقى؟ نستخدم التكنيك ده اول حاجه حساب المولوكيولار ويت، خلاص كده، حساب المولوكيولار ويت. ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض ان حضرتك عملية السيباريشن دي بتعتمد على حجم المركب، فلو حجم المركب كبير يبقى الوقت اللي بياخده جوه الكولوم صغير، طب لو حجم المركب صغير يبقى الوقت اللي بياخده جوه الكولوم كبير. او بمعنى اصح، ان لو حجم المركب كبير كمية الموبايل فيز اللي انت هتحطها فوق الكولوم بتكون قليلة. ليه؟ لأن المركب بيمشي بسرعة مع الموبايل فيز وبينزل من تحت. أما لو حجم المركب صغير هتفضل تحط في الموبايل فيز عشان تطلع الإيه؟
المركب بتاعك من جوه البورز بتاعت الكولوم لحد لما يخرج بره الكولوم. فبناء على ذلك عملوا قانون بيساوي لوج المولوكيولار ويت بتاع المادة بتاعتي بيساوي A ناقص B في E على V نوت. ال A وال B دول كونستانتس، يعني مادة أنا بكون عارف المولوكيولار ويت بتاعها خلاص كده، وال V E وال V نوت هما دول ال A ال V E هو الحجم بتاع أو الفوليوم اللي هيخرج بره الكولوم، والفي نود هو الفوليوم الفاضي اللي احنا اتفقنا عليه. فبالبروسيديور بسيطة خالص، انا مش يعني عايزك تفهم الفكرة خلاص، انت بتعمل كاليبريشن للكولوم خلاص كده with a series of polymer عندهم known molecular weight، وبعدين تعمل determination of الفوليوم بتاع البوليمر بتاعك، وبعدين ترسم كاليبريشن كيرف وتشوف ايه اللي حصل. تاني نشوف بقى من غير عياط زي الاخت دي كده، موضوع بسيط خالص خالص خالص. حضرتك بتروح تجيب الكولوم بتاع بتروح تجيب الكولوم بتاعك وتعمل له باكينج زي ما شفت خلاص، وبعدين تحط ماده انت عارف المولكيولار ويت بتاعها خلاص كده. فليكن مثلا ماده المولكيولار ويت بتاعها 10، 10 ده بالنسبه للكولوم كبير جدا. فتلاقي اول ما هتحط الماده بتاعتك من فوق هتلاقي كمية الفوليوم بتاعك طلع ايه؟ صغير خلاص كده. ليه؟ لان المادة نزلت بسرعة مع الموبايل فيز، فانا ما حطيتش كمية موبايل فيز كبيرة. بعد كده رحت جايب مركب تاني حجمه اصغر شوية وروح جاي حطه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الوقت او كمية الفوليوم اللي انا خدتها عشان المركب يطلع هتزيد، وبعدين مركب اصغر فمركب اصغر فمركب اصغر، واروح جاي راسم علاقه بين المولوكيولار ويت والاليوشن فوليوم تطلع بالشكل ده خلاص. اروح رايح جايب الماده بتاعتي خلاص كده، على فكره ده رسم من الحقيقه. هروح جايب الماده بتاعتي اللي انون، واروح جاي حاططها على الكولوم واشوف كميه الفوليوم اللي هتطلع. فلنفترض طلعت هنا خلاص، طلعت نص، يبقى المادة بتاعتي دي المولكيولار ويت بتاعها كذا خلاص ببساطة شديدة جدا. تاني حاجة، تاني استخدام لقصة الجيل فلتريشن هو الفراكشنيشن اوف الماكرو مولكيولز. يعني فراكشنيشن فصل، انا بستخدمه في فصل، وخصوصا البروتين، الانتي بوديز، الهرمونز، الانزيمز، الدي ان ايه خلاص، الحاجات دي كلها بتتفصل بالجيل فلتريشن خلاص كده. والماكرو مولوكيول زي الحاجات الكبيره زي الفلافونويد زي التانينز زي الكلام ده كله، كل الحاجات دي كلها والامينو اسيدز والبيبتايدز والكلام ده كله احنا بنفصله بالايه؟ بالايه؟ الجيل فلتريشن. ثالث حاجه عمليه الدي سولتنج. يعني ايه عمليه الدي سولتنج؟ ان انا بشيل الصوديوم كلورايد من الهيموجلوبين مثلا خلاص كده. فبشيل، انا عايز الهيموجلوبين حجمه كبير ولا حجمه صغير؟ حجمه كبير. طب والصوديوم كلورايد حجمه صغير، فيبقى انا مع اول ما هحط الكولوم بتاعي خلاص واحط العينه بتاعت الدم، او افصل الصوديوم كلورايد اللي هو حجمه صغير بسهوله عن مين؟ عن الهيموجلوبين. ده شكل ببساطه الماتريكس بتاعتي اللي هو الجل خلاص. لو انت بصيت ايه اللي حصل، الماده دول الميكشر دخلوا، هتلاقي الحاجات اللي حجمها ميديم دخلت، والحاجات الصغيره دخلت برضو، بس الحاجات الكبيره عدت بسهوله. بعد كده تبص تلاقي الحاجات الميديم قربت تخرج اهو، وبعدين في الاخر المركبات الصغيره تخرج في الاخر. ده اخر فيديو في النهارده، وده هيوريك ازاي احنا بنستخدم الجيل فلتريشن في تحديد حجم الدي ان ايه وفصل جين معين بناء على حجم الجين خلاص. الفكرة احنا بنستخدم حاجة اسمها ايه؟ اسمها جيل الكتروفوريسيس. الجيل الكتروفوريسيس دي بتفصل الدي ان ايه بناء على فكرتين. الفكره الاولانيه ان الدي ان ايه
احجامه او الجينات احجامها مختلفة، فبتفصل بالسايز اكسكلوجن اللي احنا شرحناه. النقطة التانية ان الدي ان ايه مشحون شحنة نيجاتيف، فلما انا هحط كهرباء بوزيتيف في جنب معين هتلاقي الدي ان ايه يجري عليه خلاص كده. طيب مين اللي يوصل الاول اللي حجمه كبير، ومين اللي يوصل اللي في الاخر اللي حجمه صغير؟ فاتفرج بقى كده. بص انا باخد الدي ان ايه سامبل بتاعتي واروح جاي ايه، هو كده خد الدي ان ايه سامبل بتاعته واروح جاي حاططها على الجل في حاجه اسمها ويل، يعني بئر خلاص كده، في حاجه اسمها ويل، ويبدا يحط الايه الدي ان ايه سامبل بتاعته خلاص، وبعدين يبدا يشغل الكهرباء. الكهرباء بتبدا تدخل تخلي الدي ان ايه يمشي من الجزء النيجاتيف للجزء البوزيتيف خلاص، ويبدا يحصل سيباريشن للدي ان ايه حسب الطول. خلي بالك الصغيره خلاص كده هتبقى في الاخر، والكبيره هتبقى في الايه في الاول. وبعدين يروح مصور الدي ان ايه بالالترا فايولت تمام، يعرف حجم الدي ان ايه بالظبط خلاص كده. الدي ان ايه سامبلز اهو، بص يقول لك ده في التكنيك او في العرف بتاع الدي ان ايه اسمه حاجه اسمها اللادر خلاص كده، اللي هو السلم. والسلم ده احنا بنبقى عارفين حجم كل سلمايه من دول، يعني دي مثلا 50 نيوكليوتايد، دي ان 60 نيوكليوتايد، دي ان 70 نيوكليوتايد، دي ان 80 90 100 110 120. وانا بشوف بقى ايه حجم الدي ان ايه واخد بالك، ونعرف ايه التفاصيل بتاعت الايه خلاص. تاني عشان بس الحته اللي في الاخر دي هي، لو انت بصيت هنا خلاص هتلاقي ان في فروق بينهم وبين بعض اهو. المية، خمسمية، الف، الفين، يا ساتر اهو. تاني نوقفها، مية، خمسمية، الف، الفين، تلات الاف. شوف كل ما تمشي حجم عمال بيكبر خلاص كده، معناها ان الكرنت بيمشي كده خلاص كده، يبقى اللينس عمال بيزيد. ليه؟ لان اللي حصل ان الكهرباء مشيت من هنا لهنا خلاص، فاصبح الدي ان ايه الكبير يمشي اسرع، الدي ان ايه الصغير يمشي اقل واخد بالك، حسب الايه الطريقه بتاعه السيبريشن تمام. وبالمناسبه في بعض الاحيان بيحصل العكس، ودي ليها تفسير تاني وقصه تانية. فبس احنا هنركز على الايه ان حصل فلتريشن بالايه بالسايز اكسكلوجن. دمتم في امان الله سالمين، وان شاء الله نلقاكم على خير، حفظ الله.